كما تعرفوا ديمونش سي لا ميس نتاع خيانا المسيحيين لي نو فرير كريتيان aujourd'hui ils vont aller à l'église hein pour accomplir leur prière hein on leur dit bonne messe à toutes et à tous خيانا الثاني كيف كيف اللي في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ولا في كل بلاصه اللي رايحين اليوم باش يأدوا صلاتهم نقول لهم صلاتكم مقبولة إن شاء الله بحول الله نطلبوا ربي نقبل يتقبل منكم صلاتكم ما تنسوش باش تدعيوا لنا حنايا خاوتكم المسلمين كما ندعيوا لكم حنايا نهار الجمعة
حنايا كامل خاوه كما تعرفوا، المسلم ولا الكريتيان ولا اليهودي ولا هذه كاملين رانا خاوه عند رب العالمين. رب العالمين ما يديرش التفرق بين الناس، ما يخلقش ناس ومن بعد يفرق ما بيناتهم كما يعتقدوا بعض الناس اللي غالب عليهم. كما قال واحد، كل واحد يخمم كما يحب. انا نقول باللي احنا الجزائريين عندنا مسلمين، عندنا خوتنا عايشين معنا، وخوتنا هذو مسيحيين راهم كيما احنا، هما جزائريين وحنا جزائريين. عندنا خوتنا يهود تاني في الجزائر عايشين معنا، ونقول لهم ما تقلقوش رواحكم، بالنسبة لنا احنا المسلمين اللائكيين، المسلمين اللي على بالهم باللي راهو في الدنيا هذه كاين فرد إله وكاين اون سول ريليجيون، راكم كيما انتم كيما احنا. انتم جزائريين يهود، احنا جزائريين مسلمين. انتم جزائريين مسيحيين، احنا جزائريين مسلمين. انتم اللي ما تمنوش لي زاتي عايشين معنا في الجزائر، ما تخافوا ما والو، انتم خوتنا وحنا خوتكم. اللي يحب يمن يمن، اللي ما يحبش يمن ما يمنش على روحه ولا يسهل عليه. ماناش حنا اللي راح نكونوا في بلاصه ربي سبحانه عز وجل باش نجيو كما قال الانسان. نقول لكم تمن بالذراع، النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا باللي ما قدرش يخلي عمه يمن به، هذا عمه وما قدرش يخليه يمن به، ويقولوا باللي نزلت صوره على النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام، ويقول له انك لا تهدي من شئت بل الله يهدي من يشاء. دونك اذا ربي سبحانه عز وجل هو خلى الناس ليبر، كيفاش حبيتني انا نروح انايا اكثر من ربي سبحانه ونقول له لا لازم تكمل بهذا الشيء، هذا لازم تكون مسيحي ولا لازم تكون مسلم ولا لازم تكون يهودي ولا لازم ما نقدرش انا خاطي. ربي سبحانه عز وجل هو اللي قادر يهدي كل واحد. يقول ثاني انا مانيش في القارئ مليح القران، خلق منكم كافر ومنكم مؤمنون. دونك حتى الكفار هذو احنا مانيش كفار، انا ما على باليش كلهم الكفار. بكري كان النبي عليه الصلاه والسلام يتقابل مع بني عمو، هما القريش هما بني عم الرسول، هذو هما الكفار اللي نعرفوهم احنا. يقول لهم هو الكفار، مي انا نقول لكم الحق، انا ما نقدرش نكفر حتى واحد، انا ما نقدرش نقول لاخر انت راك كافر. ولا كيما بعض الناس خوتنا الجزائريين اللي في اوروبا واللي عايشين مع الكفار، هذا الجهل يقولوا له، هذا الجهل يقولوا له. خاطرش نفس الناس اللي بتقدر يكونوا عندكم باكزومبل المسيحيين، عندهم نفس الاشخاص عندهم عقليه كيما هذه العقليه اللي نتاعنا احنا، اللي نتاعنا احنا نتاع الناس اللي ما يمنوش بالاخرين، ويقولوا انتم راكم كفار وانتم راكم من هنا. حتى هما عندهم ناس ما يقولوش غير كيما هك، هذوك يقولون لنا احنا انتم الاسلام نتاعكم هذا ما كاينش منه، خلاص راكم انتم درتوه، هذا محمد هذا ماهوش نبي، خلاص نبي اللي يقتل الناس، نبي اللي يذبح الناس، هذا ماهوش نبي. هما هذو الكفار، هذا هما الكفار، هذو يقولوا عليهم انتم كفار، يقولوا كيما هك علينا احنا. دونك احنا كل خوه. ما ننساش باش جو في بارطاجي افيك فو مون برومي كافي دو سو ديمونش 30 اكتوبر 2022، إلي اكزاكتومون ميدي، بوتيتر ميدي باسي، بوتيتر جو فو دير، إلي ميدي بيل، إلي ميدي بيل. نقول لكم صحة القهوة النون، والناس اللي قاعدة تاكل اليوم في التغدا نقول لكم صحة ومكلي النون. وأنا جو في بارطاجي افيك فو مون برومي كافي، فوالا. هايل 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 بزاف القهوه نتاعي. الوغ جو فودي توس بون ابيتي بون ديمونش ا توتي ا توس لي جون كي فون فير لي ايغليز بور اكومبلير لو بريير جو لور دي بون ميس ا توتي ا توس اون بارطاج افيك فو فو بريير انفوكي لو بون ديو بور نوز اوسي اون اي فو فرير جو دي سا ا تو لي كريتيان ا تو لي جويف à tous les gens ayant autre confession que l'islam, que notre religion. Nous aussi, le vendredi, on fera ça pour vous. Voilà. المشكل هو وين هو؟ هو كما قلت لكم كل حد انا ندير الفيديو en solidarité et en soutien avec nos frères et nos amis qui vivent avec nous en Algérie. Des Algériens chrétiens qui peuvent même pas aller faire la prière parce que les églises ont été fermées par les responsables. Les lieux, mais elles ne sont pas les églises où les gens sont en train de se faire. Je vous dis,
faites vos prières à la maison, devant la télé. Il y a la messe du dimanche. حوسوا تلقاو وين يجي الناس قاعدين يصليوا صليوا معاهم اذا ما كانش يصلي وحدكم حتى يفرج الله. الا غالب هذ الناس هذو اللي قاعدين يسيروا في الجزائر ما همش فاهمين ولا فاهمين وحابين بالعاني يخليوا الشعب مسكين ديما مقفول عينيه ديما يجبد الغطاء ليه. قال احنا المسلمين الجزائريين كما يقول لي واحد البارح الجزائر مسلمه. يا ولدي راك غلط، لو ما كانش بلاد مسلمه وبلاد كافره وبلاد ما كانش. خمم مليح، خمم المخ نتاعك نتايا. هاي نعطيك حاجه برك على الجزائر، لا الجزائر من بكري كانوا فيها المسلمين، هاي ما كانش فيها المسلمين بكري، بكري ها من بكري كانوا فيها الا لي كيف اسمهم اليهود، كانوا فيها الا الناس اللي عندهم ديانه كيف اسمه مسيحيه، وكانوا دوتر كونفيسيون، بصح الاسلام ما كانش خلاص المسلمين ما كانش. ما الوقت هذاك واش تسمى؟ تسمى الجزائر المسيحيه ولا واش تسمى؟ ولا تسمى الجزائر الجزائر ما تبدلش وهالبلدان ما يتبدلوش. سميها الجزائر، سميها مزغنة، سميها واش تسميها واش بغيت، ما تبدلش، تبقى ارض تاع ربي كما قال واحد، وتبقى كما حنا كما فرنسا كما اعطيناهم اسامي ما يتبدلوش. نجم نقولوا الناس اللي عايشين في الجزائر اليوم راهم كما قال واحد لا ماجوريتي مسلمين. هذا درك خاطرش قبل نو، قبل كانوا قبل ما يجيو يدخلوا علينا العرب وكما قال واحد باسم الدين ويحتلوا مش غير الجزائر، يحتلوا تونس والمغرب ويحتلوا شمال افريقيا كامله باسم الدين. الوقت هذاك كانت لا ماجوريتي كانوا دي كريتيان وكانوا دي جويف. مي من بعد ولاو الناس تسلموا بالذراع، خاطرش اللي ما يسلمش يقتلوه، اللي ما مدش الدراهم يقتلوه كما قال واحد. الناس دخلوا الاسلام. اليوم نقولوا لا ماجوريتي تاع المسلمين في الجزائر، انت لي زابيتون دو لالجيري، جو ريبيت باش الناس تفهم، لا ماجوريتي دي زابيتون دو لالجيري اجوردي سون دو كونفيسيون مسلمان. مي سولا اون بو با نيي كو يا افيك نو دي جون كي سون دو كونفيسيون كريتيان، وهذو جزائريين حبينا ولا كرهنا. كيما واحد يقول لي البارح يا خويا احنا في الجزائر احنا مسلمين احنا، هي معليش اسيدي. وهذو الناس المسيحيين هذو انت يا كيفاش دير لهم؟ ما تعرفش بيهم ولا ماهمش جزائريين ولا يا سيدي يا اخي؟ قلت لكم الخطا اللي فات هاد الناس هادو المسؤولين نتاعنا، يديروا قوانين، يديروا قانون في كيف اسمه مساهلين، يديروا قانون يكتبوه في الدستور، قال اللي ماهوش مسلم ماهوش جزائري. وهذه مليحه ليهم هما باش يبقى وحدهم غير المسلمين وحدهم في واش يقولوا في الجزائر، والاخرين ثاني مساكن المسيحيين هذو الاقليه هذه واش دير؟ يهزوا هذوك القانون هذاك ويروحوا به، مش يروحوا يشكيو نو، يروحوا يعيشوا بلاصه اخرى يتهنوا منا، يروحوا لفرنسا، يروحوا للامريكان، يروحوا منا. قالوا لي احنا مضطهدين ما خلوناش الا غالب، احنا هنا جيناكم خاطرش ما حبوش يخليونا جزائريين، ما خلوناش نعيشوا في بلادنا، ويروحوا بهذيك يعطيو لهم الكوارت نتاعهم، يعيشوا ترونكيل ويتهنوا منكم وخلاص. وانتم ثاني تبقوا وحدكم، تاكلوا بعضكم وحدكم كما يقول الانسان، كما في التسعينات هذه هي. دونك الاخرين خليهم يروحوا. في التسعينات شكون اللي ماتوا؟ ماتوا مسيحيين ولا ماتوا يهود ولا شكون اللي ماتوا؟ يا اخي مسلمين. شكون اللي ذبحهم؟ يا اخي مسلمين. مسلمين ذبحوا مسلمين باش باسم من؟ باسم الاسلام. شفتوا كيفاه نقول لكم انا باللي راهو سمحوا لي اذا راني غلط اكتبوا لي تحت. قال لا في التسعينات راهم جاونا اليهود هما اللي ذبحونا. لا لا هني غلط انا، ما نعرف غير ربي اللي ما يغلطش، ولا ماني غلط. قال لا في التسعينات ذبحونا المسيحيين، ها؟ قال لا ذبحونا لي روس ولا لي زاميريكان ولا من على بالي جزائريين مسلمين ذبحوا جزائريين مسلمين. على جهة واش؟ على جهة الفكر. هذا يقول البيضة وهذا يقول الكحلة، هذو يحسبوا في رواحهم هما اللي يمثلوا الدين، والاخرين يقول لك لا احنا ما يمثلنا حتى واحد، انتم ما تمثلوا والو، تمثلوا رواحكم في لامان نسيتوا. تقاتلوا وذبحوا بعضهم 200,000 200,000. شكون اللي هذو اللي دارهم؟ دارهم المسلمين كما قال واحد، اللي يحسبوا رواحهم مسلمين او نون دو الاسلام، هما ايزون في سا او نون دو الاسلام. دونك اليوم لي زيكليز مقفولين في الجزائر، وقلنا لهم يا ولدي حلوا بيوت الله، خليو حلوا، ما كانوش هما يتحلوا، خليهم يحلوا على رواحهم، خليهم يحلوا على رواحهم، ما تقفلهمش نتاعهم. يا من هاك يا منكر، يحكموا واحد دوكا عنده الانجيل يديوه الحابس،
والانجيل راهو كلام ربي يا عباد الله. الله سبحان الله العظيم ما لقيناش كيفاش نفهموا هذا الناس هذا الخروط وهذا والله العظيم صرنا به ربي والله العظيم. اسمحوا لي قهوه هايله يا ناس يا ناس يرحم والديكم افهموا شويه افهموا. انت كي تقول لي نتحكم واحد عنده انجيل وتحكمو تديه للحبس على واش بوركوا علاش بوركوا ما عندوش حق هو يعبد الشيء اللي يحبو؟ ها في الدستور تاعكم قال اخويا نحترموا الديانات الاخرى وعلاش تكذبوا مالا؟ قال اخويا ممنوع اللي يدخل الجزائر لازم يكون مسلم ديروا القانون حتى الانسان اللي يجيكم تعرضوه باكزومبل كيما اليوم كاين غدوه راح تكون فيها الجامعه هذه تاع العرب قال يا جماعه العربي اللي مسيحي ما يجيش ما يحتاجوش احنا نحبوا العربي المسلم ديروا كيما هكا وخلاص واحد يجيكم وخلاص مي مادام تفتح البيبان تاعك يجيك اليمن واللي ما يمنش واللي حتى اليوم الناس تدرك اليوم عندنا احنا في الحكومه ما يمنوش عندنا الناس في الحكومه بالك راهم مسيحيين ويضربوا مساكن خايفين عندنا الناس في الحكومه بالك راهم يهود ويضربوا مساكن وكانوا عندنا الناس يهود انا عندي صحابي يهود وشي في خنشله ايه في خنشله ايه في خنشله صحابي يهود في خنشله ايه وين المشكل وين المشكل خليها الكريتي الكريتي هذه راهي واضحه عندك عندنا في الشارع عندنا في تزقوفت عندنا في خنشله عندنا في مسيحيين ومن بعد يا بخي وين المشكل اذا ربي سبحانه عز وجل اللي خلقهم وخلاهم يديروا واش يظهر لهم كيفاش حبيتوا نتوما تجيو تقولوا بعد يقول لك اخويا هذا الهزين الانجيل هذا راهم حرفوه يا ولدي شكون اللي يقول بلي حرفوه شكون انت اللي تقوله هما مالك تقول انت هكذا هما يقولوا لك حنا القران تاعك هذا ما جاش عند ربي خلاص راكم نتوما اللي كتبتوه شفتوا كيفاه يا جماعه كيفاش يعني الاخر لا انتوا تقولوا لهم هاكم حرفتوه هو يقول لكم نو احنا ما حرفناش راهو القران نتاعكم انتوما جدودكم وهما اللي كتبوه ما جا لا ما هبط مع عند ربي ما والو راهم جدودكم اللي ما لقاوش هما راحوا ما حبوش يدخلوا للدين المسيح ولا الدين اليهود راحوا داروا دين وحدهم هادو الناس كيما انتوما اللي عندهم عقليه كيما نتاعكم انتوما سيتو هو نورمالمون كل واحد الله يسهل عليه اللي يحب يمن يمن اللي يحب يمنش الله يسهل عليه اليوم حنا هنا في الجزائر عندنا خويانا مسيحيين لازمنا نخليوهم يصليو ويكذبوا عليكم الناس اللي يقول لكم باللي راه في وقت فرنسا راهم قفلوا الجوامع يكذبوا عليكم انا جدي ربي يرحمه انا ما حضرتش الوقت فرنسا مي جدي ربي يرحمه قال لي ديما نغلط كي نخرج نروح باش نروح للمسجد نغلط وما يشوفش مسكين قال لي والله لا بوليس تاع فرنسا يوصلوه للمسجد والله العظيم جدي الله يرحمه علاش تكذبوا علاش تكذبوا خاطرش هاهم اليوم في فرنسا محلولين لي زيكليز هاهم اليوم في الانجليز محلولين لي زيكليز لا المساجد في الامريكان محلولين المساجد محلين المساجد محلين السيناغوغ وعلى اللي يحب يدير واش هو بشرط كاين قوانين كيما باكزومبل في فرنسا يقول لك يمنع عليك دير السياسه في سواء في المسجد ولا في ليكليز ولا في السيناغوغ ولا يمنع عليك دير السياسه تحب تصلي صلي على روحك واحد ميمنعك صلي على روحك نهار يحكموك درت حاجه ماشي مليحه في المسجد يقفلوه لك سيتو كيما درك في فرنسا راهم يقفلوك بزاف المساجد اللي الامامات والائمه يهضروا على العنف ابا كانوا ناس يقولوا السلطات هاهم كانوا يهضروا بالعنف هاني يديروا رونكيت يجيو يغلقوا هذاك المسجد يقول مادام انت تهضر على العنف اسمع هذا ماهوش مسجد هذا ماشي تصلي انت تجي دير سياسه يقفلوه لك حتى حنايا نخليو لي زيكليز نفتحوا لهم لخوتنا المسيحيين في كل بلاصه في الشرق في الغرب نفتحوا اللي يحب يفتح على روحو بصح كاين قوانين تاع الجمهوريه فلا ريسبكتي ها قال اخويا راك تجي تصلي وتروح لدارك اذا تجي تدخل عندي كيما يسموه تخش للمسجد وتجي دير مشكل ايبان هذاك الجامع هذاك نغلقو خاطش ما عادش جامع مادام دير فيها السياسه ومادام تجيب فيه العنف ومادام تهضر فيه حاجه غير نتاع الدين ايبان هنا اسمها خرجت من الاخر نتاع الموضوع نتاع الاخر ونغلقو هذاك ما بقاش مسجد مسجد فيه سلاح كيما بقى مسجد
مش تجيب فيه دير لي فيه تجمعات وقال نديرو ونديرو طواغيت ومنك حرض في الناس. هذا مش هذا، هذا مش مش هذا، سمعوني هذا لازم طق. نعطي انا كون جيت في الحكومه والله نسمع بواحد مجد واحد، والله كان يكون هذا المجد الاكبر هذا بعد هاي سيدي، والله يا لو كان يكون المجد الاكبر يديروا فيه لا 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 السياسه ولا يديروا فيه، والله غير نغلقوا، والله سادي نغلقوا نغلقوا من بعد نتشاور مع الناس نردوا جميعها، والله نردوا جميعها قسما عظما. حتى درك درك هاو خير المجد تاعنا درك هذا الكبير وكاين درك هاو، والله يا وجيت مسؤول بالحرام نتاع الدنيا والدين غير رجعوا اوبيتال توتشويت، والله رجعوا سبيطار توتشويت، نروح نجيب لي زب الكام نجيب واش كاين ونرجعوا اوبيتال، اللي يحب يصلي يروح يصلي جوع بزاف ما يصليش في هذا، هذا كبير خلاص نديروه اوبيتال، نديروه جامعه، نديروه جامعه. مي تشوف الكارثه يا جماعه، شوف الكارثه نتاع الناس اللي تسير فينا اليوم، يمدوا في الدراهم الالاف نتاع الدراهم دي بيدجي دي كرو بيدجي للدين وكيف اسمه لا سونتي يعني كيف اسمه الصحه واليونيفرسيتي والعلم، يعطيو لهم النص نتاع واش يمدوا فيه لـ 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 يعني كارثه، والله العظيم غير كارثه يعني، والله العظيم غير كارثه. وعلى هذا نقولوا للناس هذو والله ماكم اهل باش تقدروا تسيروا البلاد، والله غير خديتوا البلاد، خديتوا البلاد. كيفاه الناس تمد في الدراهم لي سيونتيفيك باش يقراو باش يديروا العلم باش يمدوا يديروا سبيطارات كبار يديروا باش يداويوا الشعب نتاعهم باش منا، وانتوما تمدوا دراهم قال اخويا باش المساجد وبني مع في مجد الثالث في العالم وكذا، واش 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 عندنا احنا فيه ربح هذا وين الانتيري نتاع الشعب في هذا الكل، وين هو وين هو الانتيري؟ مادام ديروا كيما هكا مادام ديروا كيما هكا وراكم ماكمش غالطين علاش ما تجيش تمدوا اتيستاسيون للناس هذو اللي يجوا يصليوا منا، قال انت تروح للجنه قال انت تروح الفردوس قال انت نو انت ما تروحش الفردوس انت تروح مكان جنه اخرى مع كيف اسمها انت تروح للجنه الاخرى ها، وتبداو حتى المقاعد نتاعهم النيميرو تاعي والنيميرو تاعك، مادام هبلتوا مادام هبلتوا يفو فار كوم سا، انت مش ضامن روحك انت بعد الرئيس الجمهوريه ماهوش ضامن روحو الجنه، ولو كان ما على بالنا بلي كاينه الجنه، حنا نقراو سجلهم يقولوا في القران ولا في الانجيل ولا هم يقولوا بلي كاين هكا هم يقولوا الساعه هذه واحد ما اللي مات تليفونه قال لهم يا جماعه راني في الفردوس ولا راني ولا تلاقيت بحور العين ولا الساعه هذه مازال ما كاين والو مازال ما كاين والو، الناس اللي مات عندها ملايير السنوات ما كاين والو ما كاين والو، هاي يستناو فيك انت تموت باش تسويت يحاسبوا الناس ويبعثوهم للجنه، يا خويا خليهم براسهم، اللي يحب يروح الجنه يحب يروح الجنه، اللي يحب يروح للنار يروح للنار، اذا غير الجنه نتاعكم انتم برك ادخلوا فيها وقفلوا البيبان على روحكم باش ما ندخلوش عليكم ما نجيبكمش، خلوا البيبان اخويا باش واحد ما يدخل عليكم انتم، دونك لازم نخليو الناس تصلي، لازم نحترموا الناس نحترموا الديانات نتاع الناس، انا انسان بريفي انسان عنده كيما البارح سيدي هضر لي على السيجار وعلاه تمشي السيجار، واش دخلك اخويا؟ وهذا رايك هذا على بالك بلي حريتك انت تبدا في 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 بدايه نهايه الحريه نتاعك انت تبدا وقتاش راك عندك حريه كومبلي عندك تبدا حريه الغير خلاص تحبس تم تحبس ثم انا نحب نشرب سيجار نحب نشرب مالبورو نحب ما نتكيفش نحب ها الصباح هذا ما تكيفش تجي انت تدبر عليا تقول لي روح اتك عليها من هو السيجار واش دخلك كاين دي شوز بريفي كيما الصلاة كيما الديانات هذو حوايج بريفي ما ندخلوش فيهم يا خويا دبر راسو، انا نقول لكم الحق نعرف دي واش يقولوا الناس ملحدين حبابي وصحابي انعم ناس انعم ناس ملحدين نعرف حبابي وصحابي اخرين مسيحيين مسيحيين ما عندي حتى مشكل معاهم كيفاش دوكا تعلموا ولا حتى ولاد الجزائريين يقولوا لي في فرنسا سورتو قالك يكونوا قاعدين في هذوك لي جون قاعدين هكذا في الكارتيي يشوفوا واحد مسكين يهودي عاقب لابس هذيك القبعه هذيك على راسه واش يديروا يجروا في عقب يجروا في عقب باش يضربوا قال هاو يا اخي جهلاء يا اخي يا اخي جهلاء يا اخي يا ولدي انت تضرب الراجل انت واش بيك واش بيك انتوما هبلتوا هاو يهودي ومن بعد يهودي هاو خير منك هاو خير منك
لك، لا انت خير من سيدنا موسى انت يا هاو سيدنا موسى يهودي ولا ولا تسمعوا للناس اللي تمسخروا بكم يقول لكم بلي سيدنا موسى راه مسلم ويجي وقت وين الانبياء كاملين يوليو مسلمين. تسمعوا لها الخرافات هذه نتاعكم انتم، هذه تسمعوا الخرافات هذه تسمعوها انتم، وتسمعوا لهذاك اللي يقول لكم راه يجي الوقت وين الحجره تقول له يا مسلم يا تعالى تعالى يا مسلم هو رايا او هنا مضرك ورايا يهودي روح اقتلو. ولد عباس ولد عباس على وجه ربي يخرج من الحبس. الله يا سيدي اخرج من الحبس روح خلينا نضحكوا كل سيدي. اسمع مشيت تبون اطلقنا الراجل رحمه الله ديك برومي نوفمبر خرجنا السيد مجاهد اطلقوا لنا خويا خلي يجي نضحكوا على روحنا. انتوا تعرفوا غير تقتلوا صاحبي ولا واش بكم هذا؟ شو انت الحجره تنطق وتقول له اسمعوني والله اسمعوني والله ومازالوا حالو كانوا يتمسخروا بينا كي كنا صغار. ملي كبرنا فقنا بلقينا بلي خروطو لقينا بلي شي بلي الحجره تهضر عليه شي هو هذا شي هو هذا اجي وقت من الحجرة يا اخي دواعش يا اخي والله العظيم. بس ما ايش منكم انتم الا غير هكا قراوكم هكذا الا غير ما انا والله بنلومكم ها والله بنلومكم قولوا واش بغيتوا كي كي كيما انت حور العين هذه وكيما حور العين وتلقاو ويدان تاع نتا بيره تشربوا كيما تحبوا وتلقاو من عرفوه كيما قال لي واحد ما رجعتش الجنه هذه رجعت حاجه اخرى. الله يكره الله ما عنديش حق نقول حاجه اللي ماهيش مليحه. اي والله غير عيب عليكم يا ناس. يا ولدي صلي صلاتك يا خويا كيما يقولوا الناس وارفع صباطك. لا تصلي على روحك واحد لا قال لك لا علاش؟ لا غير خليه يدب راسو في نيتو يا خويا الله يسهل عليه يحب يكون مسيحي خليه يروح يصلي على روحو. خاطر شي كون تبقاو كيما هكا يا مسؤولين. راهو يجي نهار وين يحتموا عليكم يحتموا عليكم تحلوهم ذراع عليكم والله والله تحلوها ذراع عليكم ولا الجزائر يكرازيوها ينحيوها من الخريطه خلاص. خاطرش كاين لي جوندارم دي موند اليوم هما يتبعوا فيكم يشوفوا الناس يشوفوا لوغانيزاسيون نون غوفرنمونتال يشوفوا الناس اللي يهربوا يروحوا يطلبوا اللجوء السياسي منه ومني يقول لهم يا جماعه ما خلاوناش نصليو ما خلاوناش نديروا ما خلاوناش منا الناس على بالهم بكم. حل اخويا علاش دير مش كل روحك حل خلي الناس تروح تصلي على روحها او بعد يقول لك مقفلوا غير هذو لي زيكليزي ما عندهمش اوتوريزاسيون. يا خويا اعطيه اوتوريزاسيون هي اعطيه اوتوريزاسيون خلي حل لي انت ما تعطيهوش تقول له حل ما عندوش اوتوريزاسيون كيفاش مالك هي اعطيه اوتوريزاسيون اخويا قال انت اروح على سي محمد انت راك حل كون جات صح نريسبكتيو القانون صح كان نجي هنا مسؤول نلقى واحد حل ما عندوش كوارت نقول له شوف عندك شهرين في يدك جيب لنا الملف ها واش فيه ها واش فيه ها واش فيه نديرو باش نديرو لك كونفورميتي ولا دونك بيس باسي سو ديلي راه نغلقو لك. ها هو كيف يديرو الناس باش الاخر يروح يدي الملف نتاعو وديرو له ويخليه وتعطيو له القوانين ريغلومونتيريور قال لي هاو 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 هذا راهو يجي ويصليو فيه الناس ما يتحلش في الليل باكزومبل هاو كيفاش ها ما ديروش فيه السياسه ما ديروش فيه المشاكل ما ديروش فيه لو كان دير فيه هو خويا راك تعقل القانون واش يقول ها واش يقول القانون سيتو من تا ما نضربك ما نثور عليك ما تعطيوها لوتوريزاسيون ما تخليوه الناس يجيو يصليو بلا سونس اوتوريزاسيون هاو كيفاش ما تنجمو تروحو قال اخويا خلاص حنا ممنوع يعني عندنا هنايا كيف اسمو إجليز ممنوعة يا حنا عندكم اسيدي ها عندكم إجليز نوتردام دافريك قدها قد بن حملاوي كاينة ها خلوها حتى هي خلاص اسيدي نحيوها ولا ردوها جامعة اسيدي ردوها جامعة اسيدي روحو ردوها حتى هي جامعة وتهنو مي كاين والو هذا الشيء راكم ديرو فيها يا جماعة والله لا يخرج عليكم ان شاء الله حنا انا نقول لكم الحق انا نكمل هكذا شاك ديمونش جو في سيت فيديو اون سوتيان للناس المسيحيين واليهود المضطهدين في الجزائر واللي ما خلوهمش يصليو جو سوي كيما قال واحد سوليدير افيك فو فوالا الي نقول لكم كلمتين هنا ا توت الوغ دون اون نوتر فيديو ان شاء الله بون ديمونش ا توت اي ا توس.